أنا عزيز وهذه قناتي للتقارير. إذا كنت تدعم محتواها فلا تبخل علي بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. حسب ما تتداوله وسائل الإعلام المحلية، فقد قامت شركة موبيليس المتعامل التاريخي للهاتف النقال بالجزائر، قامت بالاستحواذ على 80% من أسهم نادي شبيبة القبائل، لتصبح بذلك الملك الوحيد للجياسكا والمكلف بتسيير أموره وفق رؤية رياضية محترفة، خطوة يراها الكثيرون إيجابية لإنقاذ النادي العريق من المشاكل المالية والتنظيمية التي يتخبط فيها منذ سنوات، خصوصا مع قرب استفادته من استقبال بملعب جديد لا بد وأن يكون معقلا للتتويجات المحلية والقارية. قيمة الصفقة لم يفصح عنها بعد، وموبيليس قد تستغل قدراتها المالية للاستثمار أيضا في الملعب من خلال الاستحواذ على حقوق الاسم التجاري لمدة زمنية طويلة، كان يصبح اسمه موبيليس ستاديوم أو موبيليس أرينا أو ملعب موبيليس ببساطة، لإنهاء الجدل القائم حول اسم الملعب وتأجيله لسنوات أخرى.